تعديل قانون الاستثمار والشراكة مع الأجانب في مجالي الزراعة والمواد الغذائية كان موضوع الندوة الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي والمواد المصنعة التي نظمها اتحاد التجار والحرفيين بالعاصمة، لأن وصل الوقت وين نقول أنه لا بد أن يتنوع الاقتصاد الجزائري ويخرج من تبعية للبترول إلى المجال الإنتاجي، وخاصة في مجال الزراعة والصناعة الغذائية. للكثير من الخبراء يقولوا ما هوش فقط من على 10 سنوات نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتوجات اللي احنا رانا نستوردوها للأسف شديد، وإنما نوصل إلى درجة تاع التصدير. الندوة التي حضرها خبراء في المجال أكدوا على ضرورة مراجعة القاعدة 49.51% والتي أثارت جدلا كبيرا في أوساط الفاعلين الاقتصاديين. قانون 51-49 هذا من القوانين اللي يحطوهم، ليس بلك قانون سياسي ما يتطبقش مع ليزيكزيجونس ايكونوميك. القانون 51-49 داروه في الاول باش يحافظوا على المنتوجات البتروليه وكذلك، ومن بعد داروها بور تو لي برودوي. هي ما تصلحش هذيك القانون، مادام هذا القانون راه أغلق الجزائر في استثمار داخلي، ولكن استثمار داخلي هذا نطالبوا بإعادة النظر في قانون 51%-49%. أولا إعادة النظر لتشجيع المتعاملين الأجانب أكثر على الاستثمار في الجزائر، وإحنا محتاجين الأجانب سواء من حيث كفاءتهم ومهنيتهم، سواء من حيث تطور التكنولوجيا اللي وصلوها. لكن يمكن إبقاء هذا القانون على بعض القطاعات الاستراتيجية الخاصة. الخبراء تحدثوا أيضا على أهمية التجميد السريع للحفاظ على المنتوجات الزراعية والمواد الغذائية المصنعة تجنبا لتلفها واستقرار أسعارها. On peut éviter l'étalage, le gaspillage, التبذير، لأن الأمور سخونة بعد يامات، لا سيما كاين لي فروي هذوما لي سوفت فروت كما يقولوا بالإنجليزية، كما لي فريز، كما لي فيك الكرموس، هذا كما التمور إلى آخره. يمكن الإنسان يسرجي لهم ويخلي إذا كان فائض تاع التمور ولا فائض تاع واش يقولوا له، وممكن نستهلكوهم بطرق يعني دو مانيير راسيونيل، اي اون بو ميم لي اكسبورتي، نخلقوا مصانع تاع التجميد وممكن نجمدوا أي مواد غذائية. أولا نحافظوا على الوسمو، ثانيا السوق الأسعار تاعها تستقر، ثالثا صحيا المواد المجمدة بعد لاكويات، يعني لا سيما في الخضر، تعرفوا بلي الخضر بعد اللي نقطفوهم بعد ساعتين يبدا الاتلاف تاعها، تبدا لا ديتيريوراسيون تاع لي فيتامين تاعها الى اخره. وبالتالي سي اون سورجيل في لي دو، باسكو لا سورجيلاسيون تندى في لي دو زور، هذو يبقى لو برودوي فري، دونك لو سورجيلي ايلي بلو فري كو لو فري. تنوع الاقتصاد الجزائري وإخراجه من تبعية البترول إلى المجال الإنتاجي وخاصة في مجال الزراعة والصناعة الغذائية من شأنه العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح باب التصدير إلى الخارج حسب الخبراء.